هنبتدي في الأول الكلام على الأسوفاجس، ولكن في مقدمة للبريوم كله من جلد. هنا عارفين إنك أنت قبل ما تدخل أي صبغة في الجسم لازم يكون في بلينكس. لو أنا هعمل بريوم سوالو لازم يكون في شيست اكس راي، لو أنا هعمل بريوم لين انما سمول باول مش عارف إيه لازم يكون في بلين اكس راي للأول. إيه فايدة البلين اكس راي؟ وسؤال متكرر قوي في الامتحانات، ايه فايده البلين اكس راي؟ دولت الحاجات اللي احنا بنستفيد ان انت لو دخلت الصبغه ممكن تغطي على الستونز، ممكن تغطي على كالسيوم، ممكن تبوظ الجاز باترن دوت لو كان في انترستاينال اوبستراكشن، وفي بعض الاحيان ممكن تشوف فورين بوديز وانترابريتوري فلويد والاير والسبلين والليفر لو كانوا كبار، وكذلك البوني ابنورماليتيز اللي في السكيلت. وكتير جدا في بيعشقوا هم قوي الحاجات ديت في الامتحانات، ان هو يجيب لك مثلا بلينيو تي وفي تي بي في الكدني وتي بي في السباين مثلا، يعني ديت من الحاجات مشهوره قوي قوي عندنا في الامتحانات، وهي برضو معروفه عند كلينيكال براكتس. وكذلك بعض الليجنز اللي في السباين اللي بتفسر الليجن الموجود في الانتستين زي ما هنشوف بعد شويه. دول شويه امثله اكيد مروا عليكم كتير، ستون ان ذا ليفت كيدني، ستاج هول ان ذا كيدني، عيان تاني جول بلادر كالكولاي اوتسايد ذا رينال شادو، كالسيوم في الكيدنز الاثنين نيفروكالسينوزيس، كالسيوم في البلفز بتاع واحده ست كالسيفايد فايبرويد، كالسيوم along the course of the pancreas ملوش differential diagnosis عشان بس ايه تبقى مستريح نفسيا. This is chronic pancreatitis ملهاش differential diagnosis ملهاش. فلما تلاقي كالسيوم along the course of the pancreas and this is chronic pancreatitis. كالسيوم in the wall of the gallbladder اسمه بورسلين gallbladder وديت precancerous 30% risk of malignancy gallbladder wall كالسيفيكيشن. بعد كده انتستين فيها اير فلويد ليفلز، ده سوباين فيلم وده اريكت فيلم، ان سي مالتيبل اير فلويد ليفلز معناها ان في انتستاينال اوبستراكشن، وممكن من شكل اللوبس تعرف الاوبستراكشن فين. فدول شكلهم جيجينال لوبس والاليوم از كولابسد والكولون از كولابسد، فغالبا الاوبستراكشن دوت ما بين الجيجينال والاليوم. والمنظر دوت كول اير فلويد ليفلز اريكت فيلم اير فلويد ليفلز وفي اوستريشنز وبتاع، يعني معنى كده ان ده كلونيك اوبستراكشن. في بعض الاحيان السي تي ممكن يوري السبب، زي في العيان دوت عنده كارسينوما اوف ذا سيجمويد كولون وهي اللي عامله الاوبستراكشن ده، وفي بعض الاحيان ما بيوريش. ولما نتكلم في الاكيوت ابدومين هقول لك تعمل ايه علشان تعرف السبب بتاع الاوبستراكشن. ايام زمان في العصر الحجري كان بيقول لك ممكن تعرف الاسايتس من البلين فيلم، لان في حاجه اسمها ذا فلانك ستريب. الفلانك ستريب دي عباره عن فات جنب الانتيرير جنب اللاترال ابدومينال وول اللي هو الخط الاسود اللي انا هوريه لك ده، وكانوا بيعتبروا اوبليتريشن اوف ذا فلانك ستريب يساوي ان في ميه جوه البطن. بطل بقى الكلام دوت لانك انت بتحط البروب بتاع الالترا ساوند وتعرف على طول اذا كان في ميه ولا لا. انترا بريتونيال اير بيتعرف بالشيست اكس راي، فتعمل شيست اكس راي اريكت فتلاقي هواء تحت الدايفرام. هواء في الباك ملوش الا سببين، يا اما ريسنت سيرجري يا اما بيرفوريتد فيسكس. خلاص؟ طيب في الريسنت سيرجري الهواء اللي فيها يقعد قد ايه؟ 7 ايام. بعد 7 ايام ما راحش يبقى بيرفوريتد فيسكس. خلاص هو في الاخر خالص هي انسي على سبب واحد بس، هواء جوه الباك بيرفوريتد، يبقى بقى ايه مش عارف جاس فورمنج اورجانيزم برورور كل الكلام ده في الهواء. هواء اند بريتونيوم يساوي بيرفوريتد فيسكس. طيب بتعرفوا ازاي توقف العيان تعمل له شيست اكس راي اريكت؟ ما تعرفش توقف العيان لانه تعبان وفطسان وكوماتوز برورور، اكس راي ابدومين عاديه سوباين. السوباين بوزيشن لو انت شفت الوول اوف ذا باول اسمها ريجولار ساين. انت طبيعي ما تقدرش تشوف الجدار بتاع الباول. ليه؟
لان مفيش هوا جوه وهوا بره، لان تقدر تشوف الجدار لما يكون فيه هوا جوه وهوا بره، وهذا لا يتاتى الا لو كان فيه نومو بيريتونيل. لكن لو كان فيه هوا جوه البول وده شيء طبيعي، ما تقدرش تشوف الجدار. بتشوف الجدار لما يكون فيه هوا جوه وهوا بره. Then if you see the wall of the bowel, that is a regular sign of pneumoperitoneum. نعم. بص. ده مثلا اكس راي اوف ذا ابدومن صح؟ You cannot see the wall of the bowel. مفيش حرف ابيض هنا اهوت محدد، انت شايف الهواء اللي جوه الباود، يو دونت سي ذا وول. ماشي؟ تعالى بقى في البتاعه بتاعتنا احنا ديت كده، يعني يو سي ذا وول. بتشوف الوول ليه؟ عشان فيه هواء بره. لو ما كانش فيه هواء بره مش هتشوف الوول، صح؟ معلش، هو اللوب اللي فوق دوت برضه الوول حاسس ان هو باين. طب ما ده، ما هو عيان واحد عنده هواء في بطنه، بتشوف كل اللوبس. موافقين ولا ايه؟ طيب لسه، اصل احنا لو كانت دي خناقه فاحنا هنتخانق جامد قوي في البريتونيوم، يعني في قصه طويله جامده جدا في البريتونيوم. اوكي. Then the spleen is enlarged. طبعا ايام زمان برضو في العصر الحجري من البلين اكس راي تشوف الليفر كبير ولا لا والسبلين كبير ولا لا. بطل برضو الكلام دوت. Foreign bodies، واحد بلع قرش، بلع خرزه، بلع اي حاجه. And you can see the site of the foreign body. بلع دواء عشان ينتحر مثلا زي دولت كده. You can see these foreign bodies. في محاضرة مرة في مكان وبعدين قلت كده، يعني لو انت عاوز تنتحر ايه اللي يخليك ترمي نفسك تحت القطر؟ او تشنق نفسك في اليافطة اللي فوق اللي على الطريق الصحراوي او الزراعي؟ ما في حاجات اسهل من كده. صح ولا ايه؟ ايوه، بس انت تخيل نفسك حاطط رقبتك على تحت عجلات المترو ليه؟ ليه؟ لا، ما هو اكيد اللي بينتحر ده ما تفكرش في موضوع النار، لكن انت فكر في موته سهله، يعني تشم ما اعرفش ايه، فتسافر على طول، تغيب عن الوعي، اي حاجه كده. لكن انك انت تروح تشنق نفسك او ترمي نفسك تحت عجلات المترو برضه موتة صعبة شوية. نعم. يعني أودي نفسي في داهية عشان الإعلام، يعني هي ما تبقاش قضية لو أنا شميت مثلا بكربون مونوكسيد ومت كده بالراحة خالص من غير ما أشوف ولا. نعم. مالها؟ هو ده الاحتجاج. ده هو احسن لي انا اطلع احتج على الاقل اسمع الناس صوتي فيطخوني رصاصتين ثلاثه، يبقى برضه يبقى عملت حركه. لكن اروح ارمي نفسي تحت المترو برضه عمليه معاني. طبعا اشهر حاجه فورين بودز بتشوفها في الانتستين هي الميديكيشنز، والناس بقى اللي هم يعني كل واحد بقى واحده سته كومن قوي، ده زعلانه من جوزها تروح سفالها علبه من العلب ده هي كده. المهم كومن قوي الاكزامبل دوت، راجل مضايق مراته قوي 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 وقرر. نعم. بتدعي عليه يجوز. على فكره لو في واحد مراته مضايقاه وبيدعي عليها ربنا ما بيستجيبش الدعاء. ايوه دي حقيقه، دي حقيقه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده، قال ربنا بيقول لك قد جعلت لك مخرجا، يعني طلق. ربنا ما بيستجيبش دعاء الراجل على مراته، خلاص؟ لكن الست على جوزها عشان ما عندهاش مخرج، ربنا بيستجيب لها. مهم. ايه؟ قد جعلت لك مخرجا، فانت بقى ايه؟ البيريم بقى يا جماعه، اللي هو
طبعا انتوا اكيد مريتوا بكل ما اعرفش احد منكم حضر البريم لما كان في براميل او في شكاير زي شكاير الاسمنت او كده. ده كان اول عصور البريم، كان بيجي في برميل او شكاره زي بتاعه الاسمنت، واحنا نغرف منه وندوب في كوز كده او حاجه ونسقي المريض. لحد دلوقتي والله في كده. ويعني بعد لما اتحسن حبتين بقى كده، اللي هو كل عيان ليه العبوه بتاعته، وفي بريم ساده وفي بريم بالفواكه، كل الكلام ده موجود دلوقتي. ولكن كل حاجه زي ما انا دايما بقول بتمن. ايه اللي كتير قوي لما تيجي تكلم ناس يقول لك خلاص يا عم البريم خلصنا منه ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن البريم مازال لحد دلوقتي بالذات في البيدياتريك عنده مكان لا بأس به. نمرة واحد، البريم بيدي لك رود ماب، وديت معروفة جدا. انت في ناس لما يكون عنده مشكلة في الكول يقول له هنعمل لك منظار، يدخل بالمنظار خلص المنظار كله ولسه ما وصلش لحاجة، مش عارف هو فين أصلا، لأن الكولون اكسترا لوبينج، طالع نازل طالع نازل طالع نازل. فلما يكون عامل بريم قبلها بيبقى عارف الكولون دوت عامل ازاي، شكله طويل عريض نازل، كان في كام لوب، فبيبقى عارف هو وصل لحد فين. الحاجة التانية بيوري مكان الليجن، يقول لك الليجن على بعد كذا سنتي من المكان الفلاني. ممكن يقول لك ايه هو زي ما نشوف دلوقتي، يقول لك ده استريكشر، ده تيومر، ده ما اعرفش ايه. بعدين الاندوسكوب ما يعرفش يشوف بره الباول، لكن البريم بيشوف بره وجوه. الاندوسكوب ما يعرفش يعدي من الاستريكشر الرفيع جدا، لكن البريم ميه بيعدي من الاستريكشر. الاندوسكوب لو الاستريكشر طويله ما يعرفش طولها، دخل جواها وفضل ماشي 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 مش عارف هو وصل لحد فين، البريم ممكن كده. وبعدين في الاخر خالص الاندوسكوب عنده ليميتس، ما يعرفش يوصل لحتت معينه في الجات، ولكن البريم ممكن. وكمان في ناس كتير قوي لو قلت له تشرب شويه بريم ولا نعمل لك منظار يقول لك لا اشرب البريم احسن، صح ولا ايه؟ ده البريم بتاع زمان اللي هو تغرف من الجردل او من البرميل او اي حاجه وتذوب في الميه، وده البريم بتاع دلوقتي. لو المريض اللي احنا هنعمل له بريم عنده واحد من اثنين، انتستاينال اوبستراكشن او سسبكتد بيرفوريشن، مش المفروض انك تدي له بريم، لان البريم هينزل في البريتونيوم وبعدين الميه تروح منه وبعدين يبقى جبس 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 جوه البريتونيال كاب. كمان لو هو عنده انتستاينال اوبستراكشن البريم مش هيعدي، هيفضل قاعد جوه الميه تروح منه ويسد الانتستين اكتر. اذا البديل هو الجاستروجرافي ووتر سوليبل، لما تشربه العيان بيمتص بعد كده ويبقى اكسكريتد باي ذا كيدني. البريم في ايام زمان تسقي العيان بريم او تحن العيان بريم وهاتك يا صور يا صور يا صور. دلوقتي او يعني من فتره كده كان في الفحص دوت ما بيتعملش الا في الاستومك والكولون، اسمه دبل كونتراست. دبل كونتراست يعني بريم وهواء، دبل كونتراست يعني اثنين هواء، اثنين كونتراست يعني، والاثنين هم البريم والهواء. الهواء اللي في الاستومك بتطلعه بانك تخلي العيان يسف بودره كده ايفرفيسنت، اما تنزل جوه الاستومك تطلع غازات. والهواء اللي في الكولون طبعا تحينه بالمنفاخ ورا الايه؟ ورا البريم اللي انت مدخله. في اربعه ليجنز رئيسيين البريم بيشوفهم اللي هم دول، وما فيش غيرهم موجود في الانتستين ولا في الاول من بق العيان لحد لقينا الكنال، هم الاربعه دول بس. اول حاجه فيلينج ديفكت والسر ودايبرتيكولم وستريتش. ايه هو الفيلينج ديفكت؟ الفيلينج ديفكت عباره عن حاجه موجوده انسايد ذا ليومن بتمنع البريم انه يتكون هنا. ايه الحاجه ديت؟ غالبا اذا نيو بلازم او فورين بود، يعني في الاستومك مثلا هتلاقي فورين بودز، في الاوسافجس قليل قوي لما واحد ياكل حته لحمه كبيره يكون كبير في السن وما عندوش سنان فيروح بلعها مره واحده فتتحشر في الاوسافجس ويقعد يولول بعد كده. ده من الفورين بودز المعروفه. كمان ممكن الفيلنج ديفكت يكون من بره اكسترا ليومينال، يعني الاوسافجس او اي حاجه مفعوص من بره بحاجه زي هنا مثلا اوستيفايتس طالعه من السباين.
مين اللي عنده الموبايل اللي عامل مشاكل. طيب استريكشر يعني حته ضيقه في الـ في الـ في الجت، والاستريكشر فيه منه نوعين، واحد اسمه راد تيل او ديل الفار، والتاني اسمه ابل كور زي التفاحه المتاكل منها حته. ابل كور يساوي مالجنس على طول ما فيهوش هزار، اما الريد تيل ينفع كده وينفع كده، ينفع يكون بناين استريكشر وينفع يكون مالجنس استريكشر على حسب المكان والمنظر والكومبلينت والديوريشن والحاجات زي كده. الدايفرتيكولم عباره عن باوتش خرج من اليومن وبيملى بالبيريوم، في دايفرتيكولم النيك بتاعته نارو وفي واحد وايد نيك، المهم ان هو از كونكتد تو ذا باول، ولما يشرب المريض بيريوم او يتحقن بيريوم يملى بالسبب. الالسر عباره عن حفره اوف دامجد ميكوز، والحفره ديت لما يشرب العيان بيريوم يتحوش جواها، لما تبص لها كده انفاس تلاقي حفره مليانه بيريوم، لما تبص لها لاترال تلاقيها بروجكشن صغير قوي من الجدار بتاع بتاع الحاجه اللي هي فيها الالسر ده. بعد المقدمه ديت هنطبق الكلام اللي احنا قلناه على كل حته من دول. ايه اللي بيطلع في الاسافجس؟ الاربعه دول. ايه اللي بيطلع في الاستومك؟ الاربعه دول برضو. ايه اللي بيطلع في السمول انتستين؟ هم. وايه اللي بيطلع في الكولون؟ هم برضو. طب هم يعني الساعه دي هتتصرف في ايه ان شاء الله؟ يعني اذا كان ألسر وستريكشر وبتاع وخلصت، ايه بقى المشكله؟ هتشوف دلوقتي. الفحص بتاع الاسافجس اسمه بيريوم سوال. و البريم اللي بيتاخد بيكون بريم بيست، يعني عجينه البريم زي معجون السنان عشان لما يبلعه ما يجريش بسرعه فتعرف تصوره، فينزل كده واحده واحده وايه وتصور الاصابه. اي حاجه في الجي اي تي لازم مره تشوف اليومن الكاليبر يعني، ومره تشوف الميكوز، لازم كده. فانت عشان تشوف الكاليبر لازم يكون الاسوفجس مليان، وعشان تشوف الميكوزا لازم يكون مفضل. تصور بقى صورتين 10 200 صوره، المهم الصورتين دول يكونوا موجودين، واحده والاسوفجس مليان والثانيه والاسوفجس مفضل. طيب الميكوزا بتاعت الاسوفجس عباره عن 3 لونجيتيودنال فولز بالطول كده، عشان وانت تحت في الحته اللي تحت ديت لما الاستومك تطلع من تحت الديافرام تبقى فوق الديافرام في الهيتس هيرنيا، الجاستريك ميكوزا اكتر من 3 بكتير، وبالتالي علشان تعرف ده اوسوفيجس ولا استومك بتبص على الميكوزا الفوق، وبعدين تشوف الاستومك والكلام ده كله زي ما هوري لك دلوقتي. طيب ايه هي الاوسوفيجيال ليجنز اللي احنا عاوزين نعرفها؟ نمره واحد الويب اللي هي تبع الاستريكشن، والدايفرتيكولم، والاكاليزيا اللي هي تبع الاستريكشن، وبقيه الاستريكشنز دول اوسوفيجس، وبعدين ريفلكس اوسوفيجيتس ده برضه تبع الاستريكشن، وبعدين الهايتس هيرنيا، وبعدين حاجة اسمها ديفيوز اوسوفيجيال سبازم اللي هو بيسموه كوركس كرو اوسوفيجس، وبعدين اوسوفيجيال انفكشن والفيروسز، وبعدين النيوبلاسمس اللي هي الفيلنج ديفكتس، وبعدين البرفوريشنز في الاخر. المهم نمسك الاول الاوسوفيجيال ويب. ويب يعني ايه؟ يعني فيري ثين ممبرين كده ماشي بعرض الاوسوفيجس. الويبس ديت في منها نوعين كونجينيتال واكوايرد. الكونجينيتال ويبس تحت والاكوايرد ويبس فوق، خلاص كده. الاكوايرد ويبس اللي هي زي ديت كده ليها علاقه وثيقه جدا بهذا السندروم اللي هو اسمه بلامر فينسون سندروم. ايه هو البلامر فينسون سندروم دوت؟ عباره عن اوسوفجيال ويب وكرونيك ايرن ديفيشنسي انيميا واوسوفجيال ويب، ليه علاقه جباره جدا بالكانسر. تقريبا كل 10 عيانين عندهم بلامر فينسون سندروم واحد منهم بيديفلوب اوسوفيجيال كارسينوما. الويب ده هي بتبقى ان ذا بروكسيمال بارت اوف ذا اوسوفيجس، يبقى الاكوايرد ويبس من فوق، الكونجينيتال ويبس من تحت. اند ذس از واحده ست وعندها ايرن ديفيشنسي انيميا وعندها اوسوفيجيال ويب موجوده ان ذا ابر بارت اوف ذا اوسوفيجس، يبقى مستوفيه الشروط بتاعه البلامر فينسون سيندروم. اما الويبس اللي من تحت الكونجينيتال دي اشهر واحده فيهم، اسمها ايه؟ شوت ذاكرينج.
انت بقى واحد سويسري او حاجه زي كده، فانت اتصرف فيها يعني، شط ذكي رينج ذكي وخلاص بس خلاص. طيب شط زي شط يور ماوس كده ماشي، شط ذكي خلاص سهله اهي. طيب and this is a web in the distal part of the esophagus، اللي هي ده المنظر الكلاسيكي بتاعها، and it's very common associated معاها hiatus hernia. مش عارفين بصفه عامه الويبس ان ذا اوسوفجس مش عارفين السبب بتاعهم، يعني ما احناش عارفين هل هم دولت ليهم congenital etiology ولا انفولدنج ما اعرفش ايه ولا مثلا ريفلكس وعمل انفلاميشن وستريكشر. المهم الشتاكي رينج ديت بتبقى ان ذا ديستال بارت اوف ذا اوسوفجس فريكوينتلي اسوشيتد ويز هايتس هيرنيا، اند ذس بارت از بارت اوف ذا ستومك هيرنييتنج اباف ذا اوسوفجس. في بعض الكتب بتقول ان الشانزاكي دوت في منه اثنين، واحده رينج اصليه وواحده اسمها اي رينج اللي هي فوق الرينج دي، شايف دي الرينج الاصليه اللي هي البي رينج، وفي واحده صغيره كده صفيفه قبلها ساعات تبقى موجوده وساعات كتيره ما تبقاش موجوده. بس انت اشتري دماغك لو انت ما وراكش الا الشانزاكي دوت بس يبقى كويس، لكن لسه احنا ورانا حاجات كتيره جدا. المهم شانزاكي رينج عبارة عن congenital web in the distal part of the esophagus frequent اللي تحتها hiatus hernia. الاسوفجيال دايفرتيكلي ثلاثة، واحد فوق اسمه زينكر، واحد في النص اسمه ميد اسوفجيال، واحد تحت اسمه ايبيفرينك. الدايفرتيكلي ده هي في منهم حاجات ترو دايفرتيكلم يعني واخد كل الوولز بتاعت الاسوفجيال، واحد فولس دايفرتيكولم يعني الميكوزا بس والساب ميكوزا مثلا هم اللي عاملين الدايفرتيكولم والباقي ملوش دعوه بالموضوع. اول واحد فيهم الزنكر از ا فولس دايفرتيكولم ما هوش ترو، وبيطلع من بين الكريكو فارينجيس ماسل وبيبقى هرنيشن اوف ذا ميكوزا زي ديت كده، ولما تبص عليه بالمنظار بتلاقيه كده فتحه جنب الفتحه بتاعت الاسوفجس على طول، ومنظره كلاسيكي جدا في البري انك انت تلاقي يعني ده this is a spot diagnosis، انك تلاقي دايفرتيكولم زي دوت كده مليان بالبريم، ودايما يقول لك ان الدايفرتيكولم ده ماشي في مسار الاكل، يعني هو الاول يملى وبعدين يفضي في الاسوفجس بعد كده. فبغض النظر في مسار الاكل مش في مسار الاكل، and this is classic appearance of this zinker diverticulum which is a false diverticulum. وده زينكر دايفرتيكولم في الاي فيو وفي اللاترال فيو، this is false diverticulum. كذلك الابيفرينيك دايفرتيكولم is a false one، وهو is an acquired lesion يعني بيجي من كتر الكحة او الحزم، وبالتالي بيحصل protrusion of the mucosa of the esophagus and this is not hiatus hernia، لان الاسوفجس والجاستروسوفجيال جنكشن كلهم تحت الدايفرام وده هو فوق الدايفرام، دوت اسمه ابيفرينيك دايفرتيكولم. الوحيد اللي هو ترو في الجماعه دول هو الميد اوسوفجيال. الميد اوسوفجيال بيبقى بيقولوا عليه ساعات تراكشن او بلشن دايفرتيكولم. معظم الاسباب بتاعته بتكون انفلاماتوري ميدياستاينال لينف نود لزقت في الاوسوفجس عملت ويكنس اوف ذا وول، راح الوول كله باظت لبره فعمل دايفرتيكولم، عشان كده بيسموه بلشن او تراكشن دايفرتيكولم. موجود in the middle part of the esophagus near the hilum في الحتة اللي بيكون فيها lymph nodes and this is mid esophageal diverticulum هو الوحيد اللي بيكون true، أما الاثنين التانيين بيكونوا false and this is usually due to traction from fibrous adhesions by lymph node infection usually secondary to TB بتعمل weakness of the wall of the esophagus and this is mid esophageal diverticulum حاجة ضخمة جدا كده near the hilum on the chest. في بقى واحد تاني اسمه intramural diverticulosis ودوت مش معروف السبب بتاعه، لما تعمل بيريم تلاقي 200,000 diverticulum كده along the wall of the esophagus، ولو انت بصيت عليه بالمنظار بيبقى هو ده المنظر، تلاقي حفر 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 throughout the esophagus، لما تديله بيريم كل حفرة من دولت بتملى بنقطة بيريم ويطلع المنظر اللي انت شفته دوت. بعض الناس بتقول ان ده ليه علاقه
بالكرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز، وبعض الناس بتقول لا ده ليه علاقه بالفنجل انفكشن اوف ذا اوسوفجس، وفعلا النسبه كبيره قوي من الجماعه دول بيكون عندهم فنجل انفكشن. And this is the appearance. الايتيولوجي مش معروف. كانديدا اللي هو فنجل انفكشن اوف ذا اوسوفجس از اسوشيتد حوالي 50% من الناس دول. فانت بتلاقي ده المنظر بتاع المنظار، لكن بالبيريم بتلاقي اللي هو فيرتيكل كتير قوي قوي along the wall of the esophagus. الاكاليزيا عباره عن narrowing of the distal part of the esophagus. ممكن يكون primary اللي هو due to neuromuscular incoordination في الحته ديت، في حتت كتيره قوي في الجسم فيها neuromuscular incoordination، زي مثلا البلفيوريتيريك جانكشن في الناس اللي عندها congenital بلفيوريتيريك جانكشن obstruction، زي الاكاليزيا اوف ذا كارب، زي الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس اللي موجود، زي الهيرش سبرانج اللي موجود في الكل ديت، حاجات فيها نيوروماسكولار اي كوردينيشن وفي اي جانجليونيك سيجمنت والكلام ده كله. وممكن يكون سكندري ديو تو ذا ديزيز، في ديزيز جه في الحته ديت فضل يضيق فيها يضيق فيها لحد لما بقت عامله كده والاسوفجس اللي قبلها دايليتد، دي اسمها اكوايرد اكاليزيا، والبرايمري تايب اللي هو نيوروماسكولار اي كوردينيشن. الديستال بارت اوف ذا اوسوفجس بيكون فيري سموث، والاوسوفجس اللي قبل منه بيكون هيوجلي دايليتد، لان ده از ا بيناين ليجن، وطالما هو بيناين فالعيان هيعيش فتره طويله وبيشتكي من شويه ديسفيزيا وحاجات زي كده، بيفضل الاوسوفجس يدايليت 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 لحد لما بيبقى اسمه في بعض الاحيان سيجمويد اوسوفجس. ازاي السيجمويد يكون؟ بيبقى ضخم جدا ولافف على نفسه. And this is the appearance what we call sigmoid oesophagus. شايف انت الاسوفجس hugely dilated and this is the site of the achalasia. الاكاليزيا ممكن تبقى في الكبار ممكن تبقى في الصغار، وده يعني قريب قوي من الابيرنس. ان سي دي اللي احنا قلنا عليها راتيل، وساعات بيسموها بيك لايك او بارت بيك او اي حاجه من هذا القبيل، لكن الاسوفجس بروكسيمال تو ذا ستريكشر از يوجوالي ماركتلي دايليتد، وده على عكس الستريكشر سكندري تو مالجنسي، لان المالجنسي ما بتديش فرصه للمريض انه يقعد فتره طويله، وبالتالي الاسوفجس بيكون مودريتلي دايليتد او الدايليتيشن فيه ما بيكونش كبير قوي زي الايه؟ زي الاكاليز. الستريكشرز اللي في الاسوفجس عندنا كروسيف ستريكشر وبيبتيك ستريكشر ومالجنت ستريكشر وتروماتيك ستريكشر. الكروسيف ما اعتقدش موجود دلوقتي، لكن ايام زمان لما كان العيال بتحب تشرب لبن وما فيش لبن، دلوقتي انت بتجري ورا العيل في البيت كله عشان تسقيه بق لبن وهو مش راضي، صح؟ فكان بيلاقي بتاع الغسيل ده بيروح شربه على ان هو لبن، فيحصل البيرن الرهيب جدا في الاوسوفجس. اي واحد بياكل اي اكله في الدنيا اول محطه بتقف فيها عند الارش الدقورت، يعني لما يبلع كده تروح نازله بعدين تقف ثانيه او اقل من ثانيه عند الارش الدقورت تقعد تكمل، فهو شرب الحاجه دي بتقف ثانيه عند الارش الدقورت تحرق الاسوفجس كله وبعدين تكمل على كده، فدايما الاستركشر دي طويله جدا سموز وبتبتدي في الغالب من عند الليفل اوف ذا ارش اوف ذا اورتا. فور فير ان الكون الاسوفجس ده بيرفوريتد ما بنديش ابدا العيان ده بيري، لكن في الغالب كنا بنديه ولا جاستروجرافي، بنديله ليبيدول. الليبيدول لو خرج ان ذا ميديستاينم ما يجراش حاجه، لكن البيريوم والجاستروجرافي لو خرج في الميديستاينم بيعمل سيفير اريتيشن، وديت خطر جدا في العيانين دول، فعشان كده بندي لهم ليبيدول. And you see the esophagus is mildly dilated proximal to the stricture and the stricture is very long and smooth. المالجنت ستريكشر هي اللي بتاعت الابل كور اللي هي ليها بروكسيمال شولدر وديستال شولدر. اني وير ان ذا جات في الموضوع ده ان كونسيدر مالجنس اللي هو ابل كور ديفورمي، التفاحه اللي متاكله من النص. اما الستريكشر ديو تو ريفلوكس، لو واحد عنده جاستروسوفجيال ريفلوكس بيقعد كل شويه يعمل injury of the distal part of the esophagus وبعدين inflammation وبعدين healing by fibrosis لحد الحته دي ما تبقى نارد كده
بيسموها بيرتيك ستريكشن. الاسوفجس اللي قبل منها بيكون مودريتلي دايليت. And this is ممكن تتحط تحت عنوان acquired acalism لان هي secondary to reflux oesophagitis. لكن احنا عارفين ان دي secondary to reflux من الهيستوري بتاع العيان. ازاي تشخص الreflux؟ الموضوع بتاع ايام زمان انك تسأل عيان بري تقلب الترابيزة وتخلي رجلين العيان عند السقف وراسه لازقة في الارض ما بقاش حد دلوقتي يعتد بيه. ما فيش حاجة اسمها كده خالص تريندلنبرج بوزيشن بطل. الموجود دلوقتي حاجتين، تسأل عيان بريم وتتأكد خالص خالص ان البريم نزل في الاسطبل، بعدين تخلي العيان ينام على جنبه الشمال وبعدين تبص اندر سكرين. اذا كان العيان ده عنده ريفلكس هتلاقي فيه بريم ان ذا اسطبل، معنى كده ان البريم طلع من الاستومك راح في الاسطبل. الحاجة التانية انك انت لو بصيت ما لقيتش بريم قول للعيان ابل عريق علشان ما تديلوش بريم، عشان هتتلخبط البريم اللي انت شايفه في الاسوفجس جاي من فوق ولا من تحت. بتقول له ابلع ريقك او تبلع شويه ميه. لو كان عنده ريفلكس البريم هيطلع من السمك يجي في الايه في اللور بارت اوف ذا اسوفجس. في بعض الاحيان في ريفلكس زي ده دي فيري سيفير ريفلكس نسي قول كل الاسوفجس مليان بالبريم، وده شيء مش طبيعي. انت لما تشرب او تاكل كل ده بينزل جوه للسمك، ما فيش اسوفجس كده خالص مليان بالاكل وانت ماشي بيه. And this is due to reflux. في بقى ايام الفراغ كان في حاجه اسمها hypotonic oscillography، انك انت بتعمل double contrast examination للاسوفجس. ازاي؟ بتسقي العيان بيريوم بس very high quality اللي هو بيريوم based بس يعني بيعرف يعمل ميكوزا الكوتنج كويس، وتدي العيان حاجه مصر ريلاكسنت زي الباسكوبان او كده بحيث الاسوفجس يريلاكس تعرف تبص كويس قوي. And you see the changes بتاعت ال reflux oesophagitis اللي هي بتبتدي أول حاجة بالfine ulceration، وبعدين ال ulcerations الميكوزا تبقى thickened زي ما أنت شايف كده and irregular، وبعدين يحصل superficial ulcers زي دولت، وبعدين يحصل deep ulcers، وبعدين في الآخر خالص تنتهي بال stricture. بغض النظر ده ال reflux oesophagitis بيعمل inflammation of the lower part of the esophagus يؤدي إلى fibrosis يؤدي إلى stricture. من ضمن الcomplications بتاعة الreflux المعروف باسم Barrett esophagus. Barrett esophagus معناها إن حصل metaplasia of the esophageal mucosa secondary to reflux برضو وتحولت إلى columnar epithelium، وهذا الكولامنر ايبيثيليوم بيبقى بري مالجننت او بري كانسرس، وهو السبب الرئيسي في وجود الادينوكارسينوما ان ذا اسوفجس، لان الاسوفجيال كانسر كله ان ذا فورم اوف سكويمس سيل كارسينوما، لكن نسبه بسيطه منه بتبقى ادينوكارسينوما طالعه من هذا الايه من هذا البارت اوزر. ازاي تشخص البارت؟ اول حاجه ان يكون في ميد اور هاي اسوفجيال السرز. ثاني حاجة ويب لايك ستريكشر اللي هي زي ديت كده. ثالث حاجة ريتيكولار ميكوزال باترن. احنا قلنا الميكوزال باترن بتاع الاسوفجس عامل ازاي؟ ثلاث خطوط بالطول خلاص كده؟ الحكاية دي بتتمسح خلاص، ما فيش ثلاث خطوط بالطول، بقى في ريتيكولار باترن كده حاجة عاملة زي شبكة، وفي ستريكشر لفوق عالية في هنا اهوت يعني كده تقريبا في نص الاسوفجس، وفي ألسرز قرب البتاع. يبقى لو شفت الثلاثة دول غالبا ما بتشوفش الألسرز، بتشوف الاستريكشر وبتشوف الميكوزا اللي هي ديستورتد، بتعرف على طول ان ده هو بارت اوسوفجس. فبتلاقي هنا ديستورشن اوف ذا ميكوزا وبتلاقي الاستريكشر which is very high لفوق and you think ان this is بارت اوسوفجس. وده نفس الحكاية ان you see that there is a change in the mucosa نفسها، لان في الحتة ديت ممكن تحس كده ان في minimal narrowing then you think of Barrett esophagus and this was confirmed by endoscopy. The change of the mucosa مهم جدا، الخطوط ديت ان you don't see. الهيئتس هيرنيا كام نوع؟ اثنين، اربعة، ثلاثة، آخر كلام ثلاثة،
اتنين. طب اللي قال اتنين ايه هما؟ سلايدنج وبرق السبجيل. واللي قال تلاتة ايه هما؟ اللي هو سلايدنج وبرق السبجيل الاتنين مع بعض؟ طيب هما اربعة على كل حال. الاول هيتوسرنيا معناها ايه؟ ان في جزء من الاستومك طلع اباف ذا دايفرام، بغض النظر اذا كان دوت اسوشيتد معاه ريفلكس ولا لا، لان يعني في هيتوسرنيا ما ينفعش ما معاش ريفلكس وفي هيتوسرنيا معاه ريفلكس. من اشهر الافلام اللي تيجي في الامتحان الشيست ده، انت لما تبرق كده حبتين في الشيست ده تلاقي في اير فلويد ليفل في الحته دي، خلاص. And if you look carefully هنا هتلاقي يعني هنا بتبقى أوضح شوية من ديت، لكن هنا واضحة جدا. If fluid level posterior to the heart معناها إن في هرنيا، والهرنيا ديت incarcerated يعني مش sliding، يعني طلعت واتزنقت، وعشان كده بقى فيها air fluid level. Then دولت الأربعة types of the heart syndrome. أول واحد فيهم الـ sliding، تاني واحد فيهم اللي هو برق اسوفجيه، تالت واحد فيهم الاثنين مع بعض، رابع واحد فيهم حاجات غير الاستومك هرنيتنج، حاجات غير الاستومك يعني بقى كولون ميزنتري سبلين اي حاجه كده، يبقى دوت فور تايبس اوف ايتس. اشهر واحد في الوقت الحالي هو ده اللي هو رقم ثلاثه، واقل واحد على الاطلاق هو ده اللي هو البرق اسوفجيه ايتس. لكن كل الكتب معترفه ان ده the most common the sliding type اللي هو بيمثل تقريبا حوالي 95% of the hiatus hernia type 1. ايه هو type 1؟ اللي هو the gastroesophageal junction is above the diaphragm and part of the stomach is above the diaphragm، هما الاثنين لفوق زي كده، and this is part of the stomach because of the mucosal folds and the gastroesophageal junction and this is type 1 hiatus hernia. Type 2 اللي هو الجاستروسوفجيال جنكشن تحت الديافرام، لكن جزء من الاستومك از ارنيتنج اباف ذا ديافرام، سموها برق اسوفجيال او رولينج. رولينج هيتس ارنيا، ده قليل قوي قوي لما تلاقيه ان ذا كلينيكال براكتس. ثالث واحد بقى اللي هو ذا جاستروسوفجيال جنكشن اباف ذا ديافرام، بارت اوف ذا استومك اباف ذا ديافرام، اند ذيس از تايب 3. وده هو برضه تايب 3، الجاستروسوفجيال جنكشن لفوق وحته كبيره من الفندس لفوق. تايب 4 اللي هو بقى حاجات غير الاستومك موجوده، and this is the colon وفي ميزنتري وفي حاجات ثانيه، and this is type 4 هيتس هرنيا. الهيتس هرنيا برضه ممكن تكون موجوده في الاطفال زي في الكبار، والكومبليكيشنز ذا سيم اللي هي ريفلكسو اسوفجيتس وبيبتيك ستريكشر وباريت اسوفيجاس وكل الحاجات اللي احنا قلناها موجودة في الطفل زي موجودة في الأطفال. اللي كان زمان اسمه كوركسكرو اوسوفجس أو بيسموه تيرشري اوسوفجيال كونتراكشنز، دلوقتي اسمه ديفيوز اوسوفجيال سبازم. كلمة ديفيوز اوسوفجيال سبازم معناها إن الاوسوفجس سباستيك على نفسه وبيعمل كونتراكشنز ولكنها نون بروبالسيف، يعني بينقبض كده هوت على الهواء لكن ما بيحركش الأكل. تلاقي الاوسوفجس مليان بالاكل او بالبيريوم او كده وعامل على نفسه كده، and this is what we call diffuse oesophageal spasm. ده اسمه جديد، عارفين طبعا انتوا دلوقتي طلع حاجه اسمها جمعيه الموتيليتي بتاعت الجي اي تي، كانت طالعه من فتره يعني من كذا سنه كده، وخدت بقى سكه وعملت لنفسها مجله ومقالات وبتاع، ويعني ضيعنا وقت جبار جدا في حته الموتيليتي دي، وابتدت العيانين تجينا من الاقسام الثانيه علشان موتيليتي ديس اوردر. مثلا واحده ست وجوزها مزعلها مش عارفه تبلع الاكل، شيء طبيعي شوف لنا الموتيليتي بتاعت الاسره، ملهاش دعوه يا عمي لانك لا شوف لنا الموتيليتي بتاعتها. بتشوف الموتيليتي بقى ازاي؟ بص بقى الطريقه، بتجيب حاجه كده عامله زي الكبسوله تشبه البيريوم او تشبه له يعني، وتديها للمريض يبلعها وتيجي مصوره وتصعبيه صوره ورا بعض اللي هو السيني في اشعه بالهبل عشان تشوف البروبوجيشن بتاع البتاع دي ثرو ذا اسوفجس، وبعدين تقول بقى اصل الموتيليتي نص نص، اصل الموتيليتي 50% 40%،
الكلام ده كله بغض النظر. زي لقيت الاسوفجس عامل كده اسمه ايه؟ ديفيوز اسوفجيال سبازم. وما تقولش كوركس كرو اسوفجس عشان لو حد من الجماعه دول سمعك بتقول كده هيزعق الجماعه بتوع الموتيليتي. And this is diffuse esophageal spasm. اسوفجس عامل على نفسه كده بس مليان بالبيريوم ما بيفوتش خالص الايه؟ البيريوم. الانفلاميشن الوحيد اللي بيجي في الاسوفجس هو ده اللي هو الفانجس. والفانجس الوحيد اللي بيجي هنا هو الكانديدا. والكانديدا بتيجي في الناس اللي عندهم ايدز بارتيكولرلي. طبعا كل ما كان واحد اميون كومبرومايز كل ما معرضه للفانجس في حتت كتيره من ضمنها فانجل اسوفجايتس. احد الدايجنوستيك لاند ماركس انك تلاقي التانج كده بيسموه جليزد تانج، يعني تانج متغطي باللي انت شايفه ده كده. لكن دوت مش علامه اكيده ان دوت يكون عنده فانجل اسوفجايتس. علامه الفانجس هي كلمه واحده بس، شاجي اوت لاين. يعني ايه شاجي اوت لاين؟ يعني مفيش جدار في الاسوفجس، فيها حاجه كده هيزي زي اللي انت شايفها كده ديت كده، حاجات هيزي. اند اللي احنا قلناها قبل كده اسوفجيال سودو دايفرتيكولوسيس، دايفرتيكولي كتير 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 along the wall of the esophagus. يبقى شاجي اوت لاين اللي هي ديت كده، ثيكن ميكوزال فولز زي دولت كده، مفيش موتيليتي تقريبا، يعني ابنورمال موتيليتي، وساعات يكون في سودو دايفرتيكولوس. شاجي يعني مش واضح، الجدار هيزي، تقدر تقول عليه هيزي. And this is an appearance، واحد عنده AIDS، and this appearance is diagnostic of fungal esophagitis أو candida esophagitis. Systemic sclerosis اللي هو اسمه scleroderma. Scleroderma ما بتعملش حاجات جامدة جدا في الجلد، لكن اكتر حاجه بتأفكت فيها هي الموتيليتي. يعني السكليروديرما بتبوظ الموتيليتي اوف الحته اللي جت فيها، بتبوظ الموتيليتي اوف ذا انتستين، وبتبوظ الموتيليتي اوف ذا اسوفجس. طيب الاسوفجس ما عندوش كونتراكشنز دلوقتي، ما فيش، الثاني ده كان عنده كونتراكشنز ما بتعملش حاجه، ده ما عندوش كونتراكشنز، فتحول الى انبوبه مليانه هواء. نورمالي لو انت تعمل شيست اكس راي الاسوفجس فيه هواء لو العيان بلع ريق، لكن يوجوالي الاسوفجس از كولابس. لكن لو عملت شيست اكس راي ولقيت الاسوفجس من اوله لاخره مليان بالهواء كده، تعرف ان ده سكليروديرما. لان نورمالي الاسوفجس از نوت ديستندد باي اير، خلاص؟ الا لو كان حد في السجن وبيعذبوه عن طريق الهواء من فوق والهواء من تحت، ممكن كده وممكن كده. فانت خلينا احنا في البتاع مالناش دعوه بالسياسه. اسوفجس ديستندد مليان بالهواء كله من اوله لاخره سكليروديرما. فيلم مشهور قوي عندنا في الامتحانات اللي هو السكليروديرما ده اسوفجس كده، يعني انت من غير ما انا اقول لك حاجه وحط قصادك شيست اكس راي زي ده كده هتعمل ايه؟ تقعد تشوف اللانج سكلير وكوستوفرينيك ما اعرفش ايه والكارديك شادو ايه والكلام ده كله، لكن ده يمكن يخطر في بالك ان الاسوفجس مليان بالهواء، صح ولا ايه؟ بس كده، هي دي ده المقصد من الموضوع. الاسوفجيال فيريسز اللي هي بتيجي نتيجه البورتال هايبرتنشن. لو انت عملت بيريوم هتلاقي ورم لايك فيلينج ديفيكتس ان ذا وول اوف ذا اسوفجس اللي هي ريبريزنتنج ذا دايليتد بورتو سيستميك كولاترال. وانت عندك نوعين من الاسوفجيال فيريسز، واحد من تحت لفوق، واحد من فوق لتحت. دوت اسمه اب هيل اوسوفجيال فيريسز، ودوت اسمه داون هيل اوسوفجيال فيريسز. وطبعا الكومن هو اللي من تحت اللي هو نتيجه البورتال هايبر تنشن. اما اللي مش كومن، لو كان السبير فينيكيفا السبير فينيكيفا مسدود اللي هو دوت فوق عن كده شويه، ف يحصل دايلاتيشن للفينز ان ذا وول اوف ذا اوسوفجس في الابر ثيرد. لكن الفيروسز اللي احنا متعودين عليها كلها هي اللي بتطلع ان ذا ديسل تو ثيردز اوف ذا اسوفجس. اشهر سبب على الاطلاق هو البورتال هايبرتنشن او ثرومبوزس في البورتال فين او اوبستراكشن اوف ذا هيباتيك فينز او انفيري فينيكيفا اوبستراكشن بلو ذا هيباتيك فينز او ماركت سبلينوميجالي. كل دول بيعملوا هذا الموضوع. And this is the downhill varices اللي هي
جايه من فوق. And this is less common, affects the upper part of the esophagus. ودوت بيكون نتيجة انسداد في السوبير فينيكيبا distant to the esophagus vein. وبالتالي الاسوفجوس فين ما بيعرفش يفضي في السوبير فينيكيبا وبيعمل dilatation في ال veins في upper part of the esophagus. Obstruction of the superior vena cava distant to the entry of the esophagus vein أشهر واحد على الإطلاق بيقفل السوبير فينا كيفا والبرونكوجينيك كارسينوم أشهر واحد على الإطلاق. وبعدين بقى أقول زي ما أنت عاوز لينفوما ريتروسترنال ثيرويد الحاجات اللي زي كده. أيام زمان عشان تشوف الفيروسز كويس فكنت بتدي العيان مصل ريلاكسنت وكمان تخليه يحزق وأنت بتصور يعني يعمل فالسالفا مانوفر فده بيعمل فينس كونجيشن ويخلي الفينز تبقى برومينانت وتطلع از فيلينج ديفكتس ان ذا وول اوف ذا اسوفجس. دلوقتي طبعا بالالترا ساوند او بالسي تي انا وريت لكم المنظر ده قبل كده ان سي دايليتد كولاترال فينس شانلز اراوند ذا ديسندنج اورتا اند ذس ان ذا ريجن اوف ذا لوور بارت اوف ذا اسوفجس وده باي باي البريم بتعمل بريم تدي العيان مصر ريلاكسنت وتخليه يعمل فالسالفا مانوفر then you see multiple filling defects in the wall of the esophagus worm like زي الديدان يعني يبقى esophageal varices. اخر حاجه في الحته ديت هي tumors of the esophagus. واحنا عندنا نوعين benign ومالجنان. والبنين هو واحد بس اللي هو اللايوميوما والمالجنان هو واحد برضو اللي هو الكارسينوما لكن ما فيش مانع يجي في اي حته في الجي تي لينفوما. اللينفوما مشهوره جدا في الاسوفجس وغيره. اللايوميوما is a benign tumor arising from the wall of the esophagus. هذا التيومر ما بيكبرش جوه الليومن بيكبر لبره يعني بيطلع من الجدار ويكبر لبره ودي علامه مميزه جدا جدا في اللايوميوما ان هو يطلع لبره ما بيخشش جوه الليومن يقفله. و this lesion is benign وفي الغالب ما بيعملش حاجة is asymptomatic لو كان صغير لو كان كبير بيعمل dysphagia وساعات يعمل hematemesis ونسبة قليلة جدا من اللايوميوما لما تكون multiple. لو انت عملت بيريم بتلاقي المنظر الجبار جدا ده smooth filling defect والبيز بتاعته مش باينة لأن lesion دوت is arising from the wall وبيكبر على بره ما بيكبرش inside the lumen and this is the wall of the esophagus والتيومر المفروض طالع من هنا وعامل المنظر دوت كده as a filling defect. ساعات ودي نسبة قليلة جدا ودوت مثال غريب قوي على اللايوميوما عشان حاجتين. اول حاجة ان هو filling defect in the lumen تاني حاجة ان هو فيه ulcer والحاجتين دولت مش معروفين بالنسبة لللايوميوما. اللايوميوما بتكبر على بره ما بتكبرش جوه الليومن ونادر قوي لما يكون فيها ulceration. لو انت عملت CT هتلاقي المنظر X-ray barium and this is the filling defect in the distal part of the esophagus وده الفيلينج ديفكت. طبعا في CT بيبقى صعب قوي عليك انك انت discriminate lesions من بعضها بس احنا عندنا قاعدة لطيفة قوي كده. If you see the lumen of the esophagus اللي هو مليان بالهواء ده is eccentric يعني مركون على جنب وتيومر على الجنب الثاني بتعرف ان ده ليشن arising from the wall and the going outside the lumen then you think of lymphoma. لكن لو لقيت اليومن في وسط التيومر تعرف ان دوت مالجنت يعني مش قاعده حاسمه لكن ايه سجست. لو لقيت اليومن اكسنتريك شايف دوت كده عامل ازاي and this is the tumor tumor bulk وادي اليومن of the esophagus اهوت في الحته دي and this is the tumor bulk then the lumen is eccentric and you think of a benign lesion وهو الليجن الوحيد اللي هو اللايوميوم. الاسوفيجيال كانسر يعتبر من اقل الكارسينومات اللي بتطلع في الجي اي تي. اكتر واحد طبعا عارفين ان هو بتاع الكول ان هو اكتر واحد على الاطلاق and it represents حوالي 1% من الكانسرز كلها وحوالي 10% من الجي اي تي مالجنز. المنظر المشهور فيه اللي هو الابل كور كونفيجريشن شولدرز بروكسيمال اند شولدرز ديست. الحاجات اللي بريدسبوز للكانسر اوسوفجس الموضوع التدخين ده مهم جدا
التدخين يا جماعه بيجيب 18 نوع من السرطان، 18، بدايه من الليب والجنجيفا والتنج والليزوفارينكس والفارينكس الهايبو والبوست كرايكويد والاوسوفجيال كانسر، وطبعا القمه الكبير بتاعهم اللانج كانسر والبرونكو الفيولار سيل كارسينوما. عد زي ما انت عاوز، التدخين مش بيجيب لانج كانسر بس، بيجيب 18 نوع من الكارسينوما في الجسم. كذلك الاكاليزيا از وان اوف البريت اوسوفجس از ا بري مالينجنت كونديشن، سيلياك ديزيز هنقول عليه بعد شويه في الانتستين وهكذا. البلامر فيلسون اللي هو ايرن ديفيشنسي انيميا وابر اوسوفجيال ويك. لان هيستولوجيك تايب اوف اوسوفجيال كارسينوما هو سكويموس سيل كارسينوما، والادينو كارسينوما غالبا بتكون اون توب اوف باريت اوسوفجس اللي هو عمل كولامنر ميتابليزيا اوف ذا اوسوفجس. الابيرنس اللي هو بروكسيمال شولدر ديستال شولدر. في طبعا حاجات ثانيه بس ار كونسيدر رير كومبيرد تو ذا سكويموس سيل كارسينوما زي الميكوبيدرمويد ادينوين كل الكلام دوت شيء وارد، لكن الاصل في الاوسوفجيال كانسر ان هو ايه سكويموس سيل تايب، نسبه بسيطه منه بتكون ادينو نتيجه الكولامنر ميتابليزيا. And this patient كان عنده peptic structure هنا وبعدين developed carcinoma هنا فوقيها بشوية. طبعا ده مش معناها ان ده هو السبب في ده، لان الاثنين بعاد عن بعض. If the cancer is developed في الحتة ديت يبقى ال peptic structure هي the predisposition for this carcinoma. And this is esophageal cancer affecting the distal part of the esophagus. There is a structure تشبه قوي بتاعت الاكاليزيا، لكن the lumen of the esophagus, the proximal, is not so much dilated. The tiny is hugely dilated. حاجات تانية, the wall of the stricture is relatively irregular. The tiny بيكون smooth barred peak. الحاجة التالتة, if you have the chance to see the mucosa, هتلاقيها هنا destroyed. والناحية التانية مش هتلاقيها destroyed. أيام زمان, أيام العصر الحجري, ما كانش فيها الليبيريوم بس وكان فيه بلين إكسري. فكان سؤال مشهور قوي، ايه هي يا ابني؟ اهم حاجه يا ابني دي خلاص. الاكس راي فايندينج اوف اوسوفجيال كانسر، يعني تعمل شيست اكس راي واحد عنده اوسوفجيال كارسينوما، ايه اللي انت تشوفه؟ الاجابه دلوقتي بلورال افيوجن ولانج متاسس، صح ولا ايه؟ لا، بص بقى على اللي مكتوب ده، بلاوي كتيره جدا. لان احنا بقى يقول لك مش عارف زي جو اوسوفجيال ريسيس ميدياسيان عالي، قول بقى زي ما انت عاوز، حكاوي كتيره. ساعتها ما كانش ورانا حاجه، كانت المواصلات رايقه وكان الشوارع فاضيه والوقت كان مبروك حبتين، وفي ناس بتشرح وتعلم الناس وحاجات زي كده. دلوقتي خلاص فانت هتلاقيهم عندك في المذكره الكلام ده، عاوز تعرفه تعرفه، مش عاوز احسن لك برضه ما تعرفوش. ايه الفرق بين الاكاليزيا والكارسينوما؟ الاكاليزيا سموز والاوسوفجس اللي قبلها considerably dilated، الكارسينوما فيها شولدرز والريجولار اوتلاين، والاوسوفجس اللي قبلها مش dilated قوي. لكن there is a good percentage of patients where you cannot differentiate، ما تقدرش يعني تبص عليهم كده هم الاثنين شبه بعض، الاكاليزيا شبه الكارسينوما. العمل and you go by endoscopy and take a biopsy من هذا الموضوع. الكانسر بقى في السي تي هتلاقي الاوسوفجس في وسط الليجن، الاوسوفجس كده متسنتر في وسط الليجن. ده بقى معنى كده ان دوت circumferential mural affection ما عندوش دوت اختيارات، and this is malignancy. ولما تيجي بقى تختار ما بين الليمفوما والكارسينوما طبعا تختار مين؟ الكارسينوما because it is more common. Then if you look here for البريم ده هتلاقي الحته دي بس من الجدار is irregular والميكوزا destructed، يعني شايف الفولد دي جت لحد هنا وقفت كده وبعدين في irregularity. And this is an esophageal carcinoma. جايز يكون العين ده عنده ريفلكس او حاجه بس مش هو ده القضيه. And there is a cancer here في الحته دي. الليمفوما دي قاعده في الليمفوما، الليمفوما بتسرح سب ميكوزا وتعمل long segment of abnormality. الكارسينوما بتاكل الميكوزا وتنكروتش على اليومن وتعمل فوكال اريا اوف ليومنال نيرفي. فعشان كده في الليمفوما بصفه عامه تلاقي الميكوزا فولتس
بلكي كده تخينه جدا، بالذات في مثلا في الاستومك تلاقي الميكوزال فولز ضخمه جدا كده. اند ذس از ذا واي برضه نفس الحكايه، الليمفوما بصفه عامه ما بتعملش اوبستراكشن ولا في الانتستين ولا في الاستومك ولا في حاجه، لكن ولا في الاوسابيس، لكن الكارسينوما تعمل اوبستراكشن وتعمل استريكشن. لان اف يو سي ذا ميكوزال فولز ار ماركدلي هايبرتروفايد في الاوسافجس وفي الاستومك، اند ذس از اوسوفيشال اند جاستريك للفوق. لما تلاقي بقى مالتيبل ليجنز شبه الكانسر، يعني الليجن دوت ينفع يكون كارسينوما والليجن دوت ينفع يكون كارسينوما، بس الكارسينوما ما بتكونش مالتيبل لكن الليمفوما تنفع تبقى مالتيبل، عشان كده تشخص دوت از ايه ليمفوما اوف ذا اوسافجس. الليمفوما والكارسينوما في السي تي الاوسافجيال نيومن هيكون في النص. ساعات احنا بنسقي العيان جاستروجرافين عشان نشوف الاوسافجس فين بالظبط في وسط الماس دي، بس انت لما تلاقي ماس كده تشخص على طول كارسينوم، ماليش دعوه بالليمفوم ده اذا كان سي تي 1. اما لو كان في بريم وتقدر تشوف اذا كان الليومن انكروتش ذا بون ولا لا، يعني ممكن تعمل كده. الليجن ده هو فين الاوسوفجس؟ هنا شايف كده دوت. ده يعتبر اكسنتريك ولا لا؟ نعم، يعني هو كلمة اكسنتريك يعني ايه يا جماعة؟ يعني الاوسوفجس على حرف الليجن، خلاص؟ على حرف الليجن، يعني في ناحية ما فيهاش ليجن وفي ناحية فيها ليجن، خلاص كده؟ لكن دهوت في الناحية دي ديفنتلي مش نورمال، مش نورمال اوسوفجس، فالاوسوفجس دوت في وسط الليجن هذا هو. إذن يو كونسيدر مالجنسي، ولما تيجي تفكر في المالجنسي تفكر الأول في الكارسينوما وبعدين إيه؟ تفكر في الليمفوما. طيب اوسوفجيال تير في منه نوعين، واحد سوبرفيشال تير واحد بيرفوريشن. الاوسوفجيال بيرفوريشن في الغالب بيكون ديوتو مناظير او تيوبس، واحد بالذات في الاطفال نيزو جاستريك تيوب وعمال يعافر فيها كده خرم الاوسوفجس، او اندوسكوب وخرم الاوسوفجس. الثاني دوت اسمه ميلروي ويس تير، وده واحد عمال يكح 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 يكح، وده كاركترستيك يعني هيستوري عشان تعرف بيه هذا الموضوع، ان هو ميكوزال تير it is not affecting the whole wall of the lumen. This is ميكوزال تير، بيجي يا اما فوميتنج ورا بعض ورا بعض ورا بعضه، يا اما كحه ورا بعض ورا بعضه جامده قوي، يروح العيان كحح نقطتين ثلاثه دم، بتعرف على طول ان دوت ايه the superficial tear in the ايه in the esophagus and you cannot see usually بالبيري. انت مش محتاج تعمل بيريم عشان تشخصه لانه متشخص لوحده، فوميتنج ورا بعض وبعدين دم، او كحه ورا بعض وبعدين دم، ما بيعملش حاجه خالص، بيهيل لوحده. ساعات تنقط عليه نقطتين ادرينالين او حاجه عشان يحصل فازوسباز ويسكت لوحده، ونادر جدا لما تحتاج تعمل له كوتري ولا حاجه كده بالايه بالمنظار. و then you don't need to perform a barium because the clinical history is evident. زي ما انا قلت لك كده، كحه ورا بعضه او فوميتنج ورا بعضه وبعدين وراه شويه ايه؟ شويه دم. اما البرفوريشن اكتر حاجه بتبقى ايتروجينيك، المنظار، التيوبس، الكلام ده كله. وفي بعض الاحيان السكاكين او اي حاجه بقى بنتريتنج انتو ذا تشيست بتقطع الوول اوف ذا اسوفجس. هنا بقى معلومة مهمة جدا بالنسبة للبتاع دوت، ان الاوسوفيشيال تير وديت انا كنتش عارفها قبل كده، لو ما تعالجش نسبة الوفاة فيه 90%، which is a very very high percentage. ان الاوسوفيكس لما يتخرم ومحدش يعمل له حاجة يفضل ليك في الميديستاينم، وطبعا ده يؤدي بعد كده الى ميدياستينايتس وشغلانه كده فظيعه. according to the literature نسبه الوفاه فيه حوالي 90%. then the clinical triad اللي هو vomiting, chest pain and subcutaneous emphysema is diagnostic. vomiting واحد بيرجع، بعدين acute chest pain، وبعدين بقى تحط ايدك تحت جلده كده تلاقي بقليل الهواء، لان الاوسوفجس لما يتخرم بيطلع هواء في الميدياستينم، والهواء اللي في الميدياستينم بيسرح في النك بعد كده، وبعدين يسرح على الايه على الشيست بول. هذا وبالله التوفيق.